ميراث، تعتبر ميراث متعلق بالزوجة، بأهل الزوجة. أنا أهل الزوجة، بارك الله فيك. تفضل بالسؤال. صح، هي الزوجة نتاعي عندها يمها توفت عندها 6 سنين. توفت عندها 3 سنوات. هذه يمها، وباباها عنده 20 سنة بدي توفى. 20 سنة الوالد. هذا الوالد، الله يكرمك. والوالدة 3 سنوات. والوالدة عندها 6 سنوات، مدة 6 سنوات بدي توفى. نعم. الله ينعم عليك. قلت لك ورثة ذهب تاع يمها. الورث تاع الوالد اللي تاع يمهم. اي والله ذهب تاع يمهم ورثوه. ايه؟ تقاسموا فيما بيناتهم. شكون اللي تقاسموا؟ تقاسموا الخاوة ولا الخيات. كيما نقولوا الذكور والذمر. بعد الوفاة تاع يمهم. هذه بعد الوفاة تاع يمهم الله يسلمك. إيه؟ مفهوم واصل؟ صح، عندها واحد من خاوتها متسلط. متسلط شاد لها ذهب نتاعها قال لها كيما نقولوا زعما نهار نبيعوا الدار ونقاسموا كل شيء نعطيك الذهب نتاعك مع المال نتاعك يرجع نتاع البيع. ايه؟ هذا اخوها قال لوحده من خواتاته اعطي لي حقك تاع الذهب. هذه وحده تسمى الزوجه نتاعي اللي هي الزوجه نتاعي. يعني الحسوه نتاعها تاع الذهب. ايه؟ شدها لها عنده قال لها نهار نبيعوا ان شاء الله الدار وكذا زعما نجي جنبك باش تشري بيع منزلك يا عبد الحكم احنا رانا كريم كما نقولوا لا. معناتها قال لها نخبيها عندي حتى نبيعوا الدار ونعطي لك كلش. هاي والله بارك الله فيك، وحنا رانا في امس في الحاجه بالذهب هذا زعما باش نصوفيو به ارواحنا زعما باش نديروا به كاش مشروع كيما نقولوا لي يدخل لنا ضغط. نعم؟ انا نسمع واصل. حنا حبينا زعما نجيبوا الذهب هذا باش نديروا به مشروع. ايه انا زعما هذا المال اللي ندخروه يعني كيما نقولوا نسدوا به عمق الحياه تعرف المعيشه كيفاش. هو رفض؟ هو رفض بارك الله، اش هو يرفض يعني هذا كل حاجه؟ باي حق يرفض؟ هذا ماهوش حقه. والله يا اخي انا حبيت شوف اسمح لي انا حبيت الزوجه تاعي تسمع الاجابه. انا راني نقص التلفاز راني نهضر معك على الهاتف باش مباشره بعد المكالمه ماذا بيا الزوجه تسمع برك قبل ما نجاوبك اخي عبد الفتاح، قبل ما نجاوب الزوجه تاعك ونجاوبكم على المساله، عندي سؤال نطرحه للزوجه. هل الزوجه راهي تطلب حقها ولا ماهيش مطالبه به؟ ماهيش مطالبه به، جوستوم راهي ساكته. اشاك فوا كل ما نقول لها انا روحي طالبي يقول لي خلي ماشي دوكا، خلي ماشي دوكا. كل ما نقول لها قول لها خلي ماشي دوكا، انا نقول لها رانا حاصلين، رانا حاصلين. اذا تقدري بامكانك انك كيما نقولوا تصوفي العائله نتاعك هذا اللي هو انا زوجك وولادك، احنا رانا الكرا نتاعنا رانا حاصلين به. طيب هذا الاخ هذا ما عطاش غير للزوجه تاعك ولا كاع خواتاتو ما عطالهمش؟ لا كاين خواتاتو زوج وكاين زوج خلاها واحد اخرين ما عطالهمش، خلاها مخبي عنده هذا كل حاجه. اه صافي، هادو تقاسموا بصح خلاوها عنده. اي والله بارك الله، هما شغل خلاوها عنده على اساس امانه. لا 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 لا، المهم سوف تسمع الاجابه ان شاء الله تعالى. بارك الله فيك، اسمح لي برك قطعه برك يا شيخ. واصل؟ اسمح لي برك، الزوجه نتاعي اشاك فوق كل ما نقول لها عاونينا راكي كيما نقولوا تقدري تصوبينا يعني تقدري تصوبينا. قالت لي واحد الكلمه مانيش عارف اذا كيما نقولوا اذا عندي حق نزعف ولا ما عنديش حق نزعف منها برك. كي شغل قالت لي زعما ماشي انا اللي لازمني كيما نقولوا ماشي انا اللي لازم نكفر بالعائله هذه. نوائب الظهر يتعامل. انا زعفت خاطرش على بالك عارفنا والامر هذا راهي عايشته معايا ماشي جديد عليها والله. انت مات الوالده وبينت النصاب النصيب تاع كل واحد، كل واحد اعطي حقه. يحب يرميه، يحب يشعل فيه النار، يحب يصدقه. بينه وبين مولاه. بينه وبين مولاه. بصح انت ما راكش مديور وصي على المال تاع الاخوات تاعك، لانه الله عز وجل قال يوصيكم الله في اولادكم مات وترك. فانت لما تمنع باش ما تعطيش الحق تاع اخواتك، قال انا ما نمنعش راهي امانه عندي. الامانه يجي مولاها يحطها عندك، تجي هاد الاخت تاعك تجيب لك الذهب تقول لك يا خويا الذهب هذا راهو امانه عندك وديعه، وانت تقبل ولا ما تقبلش تخليه عندك. لكن انت قسمت وما عطيتش لكل واحد حقه، اذا هذه ما تسماش امانه.